مكسرة. انت لو قعدت مع نفسك مرة صدقني هتكسب وتكسب كل البرة بدل المغرة. ليه لو ناسك وتكون بصمة عار؟ ليه اصلك وساسك؟ بحاول اتذكر يا مجمال لما كنا اطفال الجنة وكنا وسط اهلنا وقالين عيشتنا جنة. كان الواحد فينا بيعلم انه يطلع دكتور ومهندس من البلد ويسوي سوري يربط شرقه مع غربه ويعدل حاله يلم جنوبه مع شماله ويعلق باله. ايام الواحد فينا لو ظلم طوالي بحسب لما ميرو صاحي وبندمه قبل الندم. يا حليل ايام الخلوة صحبة سمحة العيش الحلوة ايام بتحفظ صورة وتبقى انت الاسطورة. ايام الناس ناس تتعوض من الوسواس وهسي ناس مين ما بتجي كلا بعد ارتاش كلا بعد ارتاش كلا بعد ارتاش وفي ملحس جردان وفي اسمع وظلم معك. ليه يا زمان تحكي من جبان شغال يدمر بالبلد امو كله مال كم من قبله أسياد الكرسي بس حكمة ربك حسي بيقو على شي. زمننا قاسي في الوسط لعب أساسي وسط زحمة وصل لما وصل دنيا العيشة رمة لازم نهمة عشان نطلع برد ذمة دغري للقمة دغري للقمة. لا تخاذل لا كسل بدون ما نعرف ننحصل لازم نصل قبل ما خطك تفصل لازم نصل قبل ما خطك تفصل لازم نصل مؤمن بالقدر وانه الحاصل ذا بلا وانه اذا حب الله وعبدا فابتلا لكن تبقى الاسباب حاليا هي افضل اجابه. حكم عقلك بدري قبل ما تقول يا يابا دنيا التيابه ما صبت دم الغلاوه معيشه تعميشه اكعب من عيشه الذبابه. لو كان ده حال الدنيا تسرقنا في لحظه تلم معناته ما في فايده اقعد انفض انا في القلم فوضانا في القلم فوضانا في القلم رغم العنف ورغم الحاصل السودان حيبقى بدون فساد يعني بدون فساد بدون فساد بدون فساد. Sin Music Producer. ليه يا زمان تحكم جبان شغال يدمر بالبلد همه كله سياد الكرسي بس حكمة ربك هسي بيقو على شي. يا أم الشهيد يا ولدك دعيه وصانا قبل ما يرحل نبني سودان جديد سوار أحرار كمل المشوار. ليه أهزل في جينا هل في النجيب باتا Salah.